السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Welcome students to Nurania with Sumayya. We are in lesson number 8. We have learned حروف المادة. Now we're going to practice them in this تدريبات, in these exercises. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's read with hijab first, and then we're going to do without hijab, inshallah. Hamza fatha alif a. Hamza fatha alif a. Mim fatha ma. Mim fatha ma. A ma. A ma. A is two harakat. Ma is one haraka, right? Noon fatha na. Noon fatha na. A mana. A mana. A mana. So we are looking for the حروف المد and حروف اللين, and we are gonna stretch them to what is required. آمنة. آمنة. همزة فتحة ألف. همزة فتحة ألف. واو فتحة ألف. وا. واو فتحة ألف. وا. آوا. آوا. This is ألف. You don't read the يا here. You read what's on top, which is ألف. Yes. آوا. همزة فتحة ألف آ. همزة فتحة ألف آ. نون كسراني. نون كسراني. آني. آني. يا فتحة يا. لا. يا فت. يا فتحة يا. آنية. آنية. تا كسرتين تن. تا كسرتين تن. آنية تن. آنية تن. همزة كسرة ياء. همزة كسرة ياء. لاود. همزة كسرة ياء. همزة كسرة ياء. لام فتحة ألف لا. لام فتحة ألف لا. إي لا. إي لا. إذا حرف مد هي, حرف مد هي. إي لا. إي لا. فا كسرة في. فا كسرة في. إي لا في. إي لا في. همزة فتحة ياء أي. همزة فتحة يا أي. This is lean, right? فتحة before it. همزة فتحة يا أي. همزة فتحة يا أي. نون فتحة نا. نون فتحة نا. أي نا. أي نا. با كسرة بي. با كسرة بي. ها كسرة يا هي. ها كسرة يا هي. به. به. Okay. جيم فتحة ألف جا. جيم فتحة ألف جا. Okay, this is a special rule here. We learn about حروف المد, ألف, ياء, and واو. We stretch them to two حركات each, right? But there's a special rule that if after ألف, ياء, and واو, these حروف المد, if after them there's a همزة, then you would stretch these حروف المد to four حركات instead of just two. Four instead of just two. Two. So here we have جيم فتحة ألف. جاء two حركات جاء, but because after ألف is a همزة, we're going to stretch it to four حركات. We're going to stretch it to four. So جيم فتحة ألف جاء. جيم فتحة ألف جاء. همزة فتحة أ. همزة فتحة أ. جاء. 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 One, two, three, four. One, two, three, four. Ja-a. Ja-a. Right. So, what is the reason for the extra mad? What is the reason? Hamza. What is the reason? Hamza. Hamza coming after حروف mad. Right? So, if I was to ask the question, the حروف المد can be stretched to four حركات. When is that? You will tell me? When a Hamza comes after? A med. After حروف المد. When a Hamza comes after? حروف المد. Here, of course, you don't need the alif because of the circle on it. جيم كسرة يا جي. جيم كسرة يا جي. Two حركات, right? But what's after it? After mad letter. همزة. همزة فتحة أ.
همزة فتحة جيئة جيئة جيم ضمة واو جو جيم ضمة واو جو عين كسرتين عين عين كسرتين عين جوع عين جوع عين خا فتحة واو خو خا فتحة واو خو 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 فا كسرتين فين فا كسرتين فين خوف خوف خا فتحة يا خي خا فتحة يا خي را ضمتين رن را ضمتين رن خير خير دال فتحة ألف دا دال فتحة ألف دا واو ضمة واو وو واو ضمة واو وو داو داو دال ضمة دو دال ضمة دو داوود 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 ذال فتحة ألف ذا ذال فتحة ألف ذا لام كسرة لي لام كسرة ذالي ذالي كاف فتحة ك كاف فتحة ك ذلك ذلك را فتحة را را فتحة را ضاد ضمة واو دو ضاد ضمة واو دو ردو ردو شين فتحة ألف شا شين فتحة ألف شا همين حركات همين حركات No, two. We didn't bring Hamza in yet. Until you don't bring Hamza in, it's still two. Shin Fatha Alif Sha. Shin Fatha Alif Sha. Sha. See? Sha. Two. Hamza Fatha A. Say it. Sha. Hamza Fatha A. Hamza Fatha A. Now. Sha. A. Sha. ميم فتحة ألف ما ميم فتحة ألف ما لام كسرة لي لام كسرة لي مالي مالي كاف كسرة كي كاف كسرة كي مالكي مالكي شين فتحة يا شي شين فتحة يا شي همزة كسرتين إن همزة كسرتين إن شيء إن شيء إن طا فتحة طا طا فتحة طا غين فتحة ألف غا غين فتحة ألف غا طغا طغى Very good. Let's do without his channel. آمنا آمنا آوى آوى آنية آنية إيلافي إيلافي أين أين به به جاء جاء جيء جوع جوع خوف خوف خير خير داوود داوود ذلك ذلك ردوا ردوا شاء شاء مالكي مالكي شيء شيء طغى طغى Alright students, study with hijab and without hijab. We'll see you in the next session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.